إيش حضراتكم عارفين ان احنا بنستهلك حوالي 8.5 مليون طن قمح، وحضراتكم عارفين ولغايه دلوقتي بننتج ما بين 250 مليون ل 270 مليون رغيف يوم، وده لو حسبتوه الدعم. تكلفه رغيف الخبز النهارده بناء على متوسطات الاسعار اللي انا قلتها 85 قرش، لما كان في الموازنه كنا حاطينه على 65 قرش، وبالتالي كل الفرق ده تم استيعاب وتباع في الأسواق بنفس الأسعار دون النظر لارتفاع سعر الدولار. لكي لا نعقد الأمور، كلما رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة انخفض سعر الجنيه المصري، وهو ما يعني أن الأسعار سترتفع، ولذلك أصبح الشعب المصري كله يراقب تحركات الفيدرالي ويده على قلبه. ولكن رغم ذلك انتشر خبر يوم أمس نفى هذه التوقعات وأراح الشارع المصري. فظهر وزير التموين المصري علي المصيلحي في مؤتمر صحفي في مجلس الوزراء ذكر فيه أنه بجانب حزمة الحماية الاجتماعية والتي أقرتها الدولة مؤخرا، هناك قرار خاص بتثبيت أسعار السلع الأساسية والتي توفرها الدولة، كذلك سعر رغيف الخبز، وأنه لا تغيير في أي من أسعار تلك السلع حتى نهاية ديسمبر من هذا العام. هذا بالنسبة لسعر الدولار. أما بالنسبة لأزمة القمح العالمية فكانت أنباؤها سارة أيضا، فأشار وزير التموين إلى حرص الحكومة على استمرار جهود إتاحة السلع بالكميات المطلوبة بما يلبي احتياجات المواطنين، وأنه يتم التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية لتحمل الأعباء حتى نهاية العام أيضا، ألا وهي استهلاك الشعب المصري للخبز والذي يزيد على 250 مليون رغيف في اليوم. لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الخبير الاقتصادي دكتور علي الإدريسي. أهلا وسهلا بك دكتور علي معنا في منصات. رغم ارتفاع فائدة الدولار وتأثيرها على الجنيه المصري والأزمة العالمية في القمح، أكد وزير التموين المصري عدم وجود تغيير في أسعار السلع حتى نهاية هذا العام. كيف تستطيع الدولة اليوم الحفاظ على هذا التوازن حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول طبعا الدولة يعني مستمرة في برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بيها، وكنا شفنا يمكن الأسبوع الماضي حزمة جديدة من البرامج الخاصة به أو حزمة مرتبطة بالحماية الاجتماعية. تم تقديم حزمة تقدر بحوالي يمكن 67 مليار جنيه، جزء منها كان مرتبط بالسلع التموينية وكان مرتبط بالجزء الخاص بزيادة الدعم المقدم للأسر في حدود 300 جنيه. الدولة كمان بتبذل جهد مهم جدا للعمل على توفر السلع الأساسية، وده عن طريق عدة نقاط. جزء مرتبط بالاستمرار في وجود المنافذ الحكومية واللي بتقدر ان هي تقدم أسعار السلع الغذائية بأسعار عادلة، وتقدر ان هي تفعل مفهوم المنافسة، وفي نفس الوقت عن طريق مفهوم الرقابة اللي ممكن يكون الدولة بتتحرك فيه عن طريق عديد من المؤسسات، على رأسها طبعا جهاز حماية المستهلك اللي القانون بيديله ضبطية قضائية لعديد من موظفيه يقدروا ان هم يستخدموها في مواجهة جشع التجار، في مواجهة اي تاجر ممكن يكون بيخفي سلع أساسية او بيتلاعب بالأسعار، بحكم ان القانون كمان بيلزم التجار بان يكون هناك يعني بايس ليست او قائمه موضح بيها اسعار المنتجات اللي بيقدمها او بيبيعها. فبالتالي دي اجراءات الدوله بتحاول تتحرك عليها، وفي نفس الوقت مع قرارات الفيدرالي ومع قرارات التعويم اللي احنا قمنا بيها، دي كلها اكيد اثرت بشكل واضح على وجود موجه تضخميه، ولكن الدوله بتحاول انها تخلق نوع من انواع الاستقرار بالنسبه للسلع الاساسيه والسلع الغذائيه للمواطن المصري. طيب، وزير التموين قال أن لا تغييرات ستطرأ حتى نهاية شهر ديسمبر، ماذا تتوقع أن يحدث مع بداية العام الجديد؟ أعتقد طبعا أن يحصل نوع من أنواع التحرك بشكل أو بآخر، ولكن الفكرة كلها أن يكون هذا التحرك على مستوى السلع الكمالية أو سلع الترفيهية، لكن
فكرة السلع الأساسية، هناك جزء مرتبط بالأمن الغذائي المصري ومن ثم هو جزء حقيقي من الأمن القومي، وبالتالي الدولة بتحاول إن هي تبتعد تماما عن فكرة إعادة التسعير بالنسبة لرغيف الخبز مهما كانت فاتورة الدعم المواجهة ليه ومهما كانت التحديات، سواء على مستوى ارتفاع أسعار القمح عالميا أو حتى القرارات الخاصة بالتعويم اللي يعني خفضت أو بيحصل نوع من أنواع التراجع في سعر صرف الجنيه، لكن الدولة بتحاول إن هي تضمن للمواطن المصري الأساسيات وعلى رأسها طبعا رغيف الخبز. فكرة الاستقرار ما نقدرش إن احنا نجزم إن الاستقرار دوت يعني لا يكلف الدولة، لكن لا، هي الدولة بتحاول إن هي تحط له أولوية كبيرة جدا مهما كانت التحديات. وكمان احنا شايفين التوجهات الرئاسية للحكومة مستمرة في إزاي إن يبقى هناك حفاظ على أسعار السلع الأساسية بالنسبة للمواطن دون تحميل المواطن أعباء جديدة. شكرا لك، كنت معنا من القاهرة الخبير الاقتصادي دكتور علي الأدريسي.